يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهني ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإصغار قبل أحروفي للحلق ست رتبت فلتعريفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة آتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينم علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صن وان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما وغن ميما ثم نور شددا وسمي كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا ألف اللينات اللي ذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه شفويا للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحروف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي للامي الحالان قبل الأحروف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تفض ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغيرا سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه
تنفعيها من لفظ واين وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكينا إن انفتاح قبل كل أعلينا للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بعد الكأمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي.